عضو مجلس اداره نادي الساحل. ماشي، ما في جايه رساله برضه جايه لي من الحزم بيقول لك فعلا احنا انتقلنا نقله كبيره حتى في الفكر مع دوري المحترفين في الممتاز به. عضو مجلس اداره نادي الساحل والناس في نادي الساحل نحن نعزهم كثيرا لانهم متواصلين معانا على طول. اسمعكم بس قال ايه، اسمعكم بس قال ايه ونرجع ناخذ كلمات اخيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع، إعلامينا المميز عبد الناصر زيدان وضيوفه الكرام. يتشرف أخوكم فالح سعود الخالدي عضو إدارة نادي الساحل بالمملكة العربية السعودية أن أتداخل ببرنامجك الموجود وأعطيك نبذة بسيطة عن دوري المحترفين لدينا. دوري المحترفين هو عبارة عن احتراف كامل لجميع اللعيبة شغلهم الشاغل كرة القدم فقط. وهو دوري مدعوم من الدولة ممثلة في وزارة الرياضة دعم لمدة موسم وموزع على أشهر الموسم وتفرغ كامل، وإضافة على الدعم المادي للنادي الشهري، إضافة عليه تذاكر سفر أثناء المباريات من مدينة إلى مدينة لجميع طاقم الفريق، لعيبة وجهاز فني وإداري وقوة التنافس بين الفرق على الصعود والهروب من الهبوط. وهذا اللي كون دوري قوي وتنافسي من جميع النواحي، من حماس اللعيبة، من حماس الجماهير وشغفها الدائم على متابعة المباريات، وكل يتابع فريقه وكل يحرص على نتائج الآخرين للمصلحة الفريق الخاصة. كل هذا ويشرفني، وكما أنوه بالشكر على أخونا المميز أحمد معتمد اللي حببنا في المصريين زيادة، رغم حبي أنا خصيصا للمصريين كشعب وكدولة وكنجوم رياضيين متمثلة في القدامة، الخطيب حسن شحاتة، علي خليل، محمد عامر، مصطفى عبدو، عادل مأمور، كرامي، جميع من في الأولمبي، في الزمالك، في الأهلي، في المحلة، في الإسماعيلي، أحمد العجوز، في أحمد الكاس، في برجيلة. الحمد لله حبنا لكم يزيد كل يوم ورا يوم، وإن شاء الله المحبة تدوم بيننا وبينكم يا حبايبنا المصريين.